أيها الإخوة، كل شخص يريد رخصة السياقة، كل واحد بغي يسوق الطوموبيل، لا بد له من ماذا؟ لا بد له من أن يفحص النظر، لا بد من هذه الحاسة دي النظر. إذا لم يكن عنده نظر وكان أعمى لن يأخذ رخصة دي السياقة، ما غاديش يسوق. كل إنسان بغي يجري ويدير سبور، يريد أن يجري وأن يمارس الرياضة، لا بد له من الصحة. اللي ما عندهش الصحة صافي ما عنده ما يدير. كل إنسان أراد أن يعمل في شركة دي الحواسيب والبيسيات، لا بد له من البرمجة وهذه المسائل دي البرمجة، لا بد يكون يعرف مسائل ديال البيسي والبرمجة وكذا. ما عندوش مسكين، ما عنده كي يدير، يشوف حاجة أخرى. طيب، والناس أو كل شخص يريد الجنة ماذا يجب له؟ ماذا هذا يعتمد على ماذا؟ الحمد لله، جعل الله من فضل الله جل وعلا علينا أن كل الناس كنا احنا أعطانا الله واحد العضو، كلنا أعطانا واحد العضو هو السبب في الجنة. ما تحتاج لا صحة، ما تحتاج لا برمجة، ما تحتاج لا موهبة، ما تحتاج لا صحة بحال الرياضة، ما تحتاج لا، كلنا أعطانا الله واحد العضو هو السبب في دخول الجنة، ولكن يهمله الكثير ولا يعرف قيمته العديد من البشر، سبحان الله، وسيندم عليه كثير من الناس. وهو أعظم شيء، وهو السبيل باش يدخل الإنسان لأعلى الجنان، لكن ما كنهتموش به. وغنتكلم عليه اليوم. هذا العضو هو القلب، وما أدراك ما القلب؟ قال الله جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. شوف العبارة القرآنية: إلا من أتى الله، ليس بمال وفير، ليس يعني نسل كثير، ليس بالجاه، ليس الحمد لله، كلنا عندنا قلوب، لكن كاين فرق بين قلب وقلب. إلا من أتى الله بقلب سليم. وغنتكلم على القلوب، لأن عندنا مشكل في القلوب الإخوة، عندنا مشكل كبير في القلب، سبحان الله. مي فخير مي سور، جي دي تالور كون جو فيان دو كومونسي هاد لو بريش، جي دي كو سبحان الله، بور افوار لو بيرمي دو كوندوير، سولا إل ديبون دو كوا؟ إل ديبون دو بوكو دو شوز، إي بارمي سي شوز لا فيو. سي تو ريغارد با كيلكان إلي افوغل، إي بورا جامي افوار لو بيرمي دو كوندوير. كون كيلكان يفي جوي افيك اون غروند إيكيب، سا إي فا ديبون دو كوا؟ دو سون تالون دون سو سبور. كون كيلكان يفي ترافايي دون لو ماناجمنت أو دون اون سوسييتي، غروند سوسييتي، أو افوار أن غروند بوست، أو بتاتر سولا ça va nécessiter quelques normes, quelques talents. Peut-être il doit maîtriser l'informatique. Et quand quelqu'un, subhanallah, il veut rentrer au paradis, Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous a donné nous tous la même chose, subhanallah. C'est quoi? C'est le cœur. Allah, subhanahu wa ta'ala, il a dit dans surat al-Shu'ara, les poètes, il a dit sur la langue d'Ibrahim, il a dit: ne m'humilie pas le jour de la résurrection, le jour où ni argent, subhanallah, ni bien, ni enfant ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui va venir à Allah avec un cœur sain. Mettez trois lignes sur un cœur sain, celui qui va être sauvé. Alladhi yati rabbahu biqalb salim, hada alladhi sayanju. Ana andi soual, Allah yjazikum bikhair. Je vais vous poser une question. Allah yjazikum bikhair, bach n'arfo ch kandiro. Bach n'arfo ch kandiro l'an. قبل ما تدفنوا ندخلوا القبر ماتنو افان كون سي ريفي اون بوز اون كيستيون افان كون سي ريفي افون دو رونتري دون لا تومب. مزيان نبكيو على راسنا وحنا حيين، نقدر نرجع، لكن الا مت صافي. لا كيستيون كي سو بوز مي فرير، كون تو تليف لو ماتان، ملي كتفيق الصباح وغاتمشي غتغسل وجهك، تو غاتلافي لي فيزاج، تو بونس ا طون كور، تو بونس ا لافي طون كور. كون تو ميت تي زابي، il faut maintenant se coiffer les cheveux, les habits, il faut qu'ils soient propres. Tu réfléchis un peu à ton cœur, est-ce qu'il est propre? Est-ce qu'il un peu, il faut un peu soigner le cœur? واش كنفكروا قلب القلب ديالنا كي داير ملي كنفيقوا وكنقادوا الثياب ديالنا وحوايجنا وكذا؟ يعني اشنو قيمه هذه الثياب هذه الا كان القلب اسود؟ الا كان القلب فيه مشكل، اشنو هذه الثياب غدير لك؟ قال الله جل وعلا: ولباس التقوى ذلك خير، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. نزلنا عليكم احتياب لكي يغطيكم. هذا أشنو قال الله سبحانه وتعالى من بعد: ولباس التقوى
ذلك خير. وهذا اللباس القلب إلى لبستيه وتلطي فيه هذاك أفضل، هذاك أفضل. أنت ما تلبسش قاع تموت قاع بالبرد، تموت ولا هذا ماشي مشكل، لكن إذا عندك قلب جيد مالي فيه يدخلك الجنة بإذن الله. الله سبحانه وتعالى إلا دي إي لابي دو لا كخان دالله كي سانستال دون لو كور، هاد لي زابي دو لا كخان دالله سي ميو سي أونكور ميو. سبحان الله، حنا عندنا الإخوة مشكل في الأمة دون سيت كوميونيتي سكو لي كور إي سو بروستيرن، لكن لي كور إي نو سو بروستيرن با سوف سو كالله أكومبلي دو فافور إلا من رحم الله. الناس كيركع ولكن القلب لا يركع إلا من رحم الله سبحان الله. ولذلك نرى إن شاء الله أولا سلامة القلب في القرآن الكريم، أشنو قال الله سبحانه وتعالى، نرى سلامة القلب في السنة، علامات سلامة القلب والخطر ديال الإنسان اللي قلبه مريض، الخطر الذي يتهدده، وفي الأخر العلاج un remède la guérison. Donc on va prendre grand A أو النقطة الأولى الرئيسية وهي سلامة القلب في القرآن. دون القرآن كيس كو الله سبحانه وتعالى إنزادي بيان سور الله إلى باغلي دو إبراهيم، الله عز وجل إلى باغلي دو إبراهيم عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام إلا كاليفي دو كوا دو بيو، إلا دي كيلا أن كور سان. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال عنه في سورة الصافات وإن من شيعته لإبراهيم، أي يبارمي يعني يبارمي سبحان الله لزاليه دو نوح سي إبراهيم، من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. إي لوغسك إبراهيم إلي فيني الله افيك ان كور سان سبحان الله ان كور سان. فالانسان يحاول يطهر القلب ديالو من مجموعه من الامور، هذا الشيء اللي غينفعك بين يدي الله يوم القيامه. وفي السنه النبويه المطهره نجد مجموعه من الادله، منها ما رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور متشابهات، وفي رواية مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. شوف شنو قال النبي صلى الله عليه وسلم، في الجسد مضغة يعني على القلب، إذا كانت صالحة كل شيء غيكون هو هذاك، وإذا فسدت راه فسد الجسد كله. وخايب لك مزيان وخايب لك تبارك الله وكذا وكما قرأ في القرآن سورة المنافقون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عدوهم يحسبون كل صيحة عليهم. ها هما شوفوا الأجسام إذا رأيتهم وكذا أشنو قال عليهم الله سبحانه وتعالى، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. يعني سبحان الله، الله الذي البروفيت صلى الله عليه وسلم اللي نزادي دون صحيح حديث رابورتي باغ البخاري ومسلم سكو إلى دي بون سي ان لون حديث جلي دي تالور اون اغام مي بور ريزومي إلى دي إي دون لو كور إي أن بو دو شير. Si ce bout de chair il est bien, tout le corps il sera bien. Et si ce bout de chair il est mauvais, tout le corps il sera mauvais. Le bout de chair, c'est quoi? C'est le cœur, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On doit prendre soin de nos cœurs avant de prendre soin de nos habits et le corps. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi al-hadith alladhi kharrajahu al-imam Muslim fi sahihihi. Qal inna Allah la yanzuru ila ajsamikum ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. الله ne regarde pas vos corps ou vos apparences. Hein? Les apparences, et... nous on fait tout maintenant pour l'apparence. Il ne faut pas se fier aux apparences. Mais il ne cherche pas le madhar. Subhanallah. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة.
إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة الآيات. أو قارون كان ومع ذلك فخسفنا به وبداره الأرض. وإنما ينظر الله شنو القلب ديالك، شوف القلب ديالك كيفاش داير. متى آخر مرة ذكرتي الله وبكيتي؟ متى آخر مرة قلتي نسمح لخويا في الله؟ متى آخر مرة يعني دفعت ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي أحسن، دفعتي بالتي هي أحسن؟ متى آخر مرة مشيتي عند ناس يعني كانت عندك معهم قطيعة وقلتي لهم الله يسمح لكم وكذا؟ يعني il faut voir ton cœur depuis quand est-ce que la dernière depuis quand يعني depuis combien de temps يعني la dernière fois t'as évoqué Allah et t'as pleuré يعني t'as parlé t'es parti voir quelqu'un de la famille qui dit je te pardonne pour Allah subhanahu wa ta'ala t'as fait des dua pour tes frères depuis quand c'est quand quand est-ce que la dernière fois c'était quand وهكذا il faut qu'on voit le nos cœurs mes frères Allah il regarde les cœurs pas les apparences et les corps و troisième point يعني on a des signes mes frères les signes de la crainte d'Allah et de ceux qui ont un cœur saint عندنا علامات الإخوة أول هاد العلامات ونتمنهم الله يجعلنا منهم et on demande à Allah سبحانه وتعالى l'exalter le plus haut qu'il fasse en sorte qu'on soit parmi ces gens là فأول علامات الإخوة أن القلب السليم دائما يخشى عند ذكر الله ويخاف الله سبحانه وتعالى ويخشع ويرتعد toujours le cœur saint il a peur d'Allah et il réagit face à l'évocation d'Allah سبحانه وتعالى يسمع الله وكلام الله يسمع ويخاف il a peur قال الله جل وعلا في سورة الأنفال إنما المؤمنون هنا إنما أداة حصر عند الأصوليين وعند العلماء وعند اللغويين في الدراسات هذا إنما أي أداة حصر أي سخت Seulement ceux qui craignent Allah vraiment sont ces gens-là. Yani adatu hasr, ça se limite en ça. C'est quoi? Innama al-mu'minun alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Allah il a dit les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent lors de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chouf achnou gallah, les vrais croyants, mettez trois lignes sur les vrais croyants, ils ont un cœur vraiment saint, sont ceux dont, subhanallah, les cœurs frémissent, imtakan, lors de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال الله سبحانه وتعالى من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام سورة قاف من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب celui qui craint Allah سبحانه وتعالى même quand il ne le voit pas et il viendra le jour dernier avec un cœur qui se repent à Allah سبحانه وتعالى بقلب منيب أي سليم فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين سورة الزمر راه إلا دي مالور à celui qui ont des cœurs durs. Malheur pour eux. C'est Allah qui dit ça, subhanahu wa ta'ala. C'est le premier signe. C'est qu'ils ont peur d'Allah. Et surtout quand le nom d'Allah, il est évoqué. A'oudou billah, astaghfirullah. Ya Rabbi, ghafirliya. Ya Rabbi, ittaqillah, astaghfirullah. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est le cœur parmi les signes qui prouve, qui démontre que le cœur il est saint ou que tu as un cœur saint من هذه العلامات اللي كاتبين ان الانسان عنده قلب سليم وهو حبه للتوحيد وتعظيمه للتوحيد وبغضه للشرك بالله وحبه لاتباع السنه ديال النبي صلى الله عليه وسلم هذا قلب سليم سي لو فيت دو غلوريفي التوحيد اي ديتيستي الشرك اي لو سويفي دو لا سنه دو بروفيت صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا عن ابراهيم واذ قال ابراهيم لابيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين et lorsque Ibrahim il a dit à son peuple et à son père et à toute sa tribu أنا je me désavoue de ce que vous adorez sauf Allah subhanahu wa ta'ala celui qui m'a créé il va me guider le cœur saint il déteste shirk billah ماشي ouais mais c'est bon c'est pas un problème là il déteste ça et il aime التوحيد il glorifie التوحيد ويتبع السنة
ce que Allah il a dit, je le suis. Ce que le prophète il le dit, je le suis. C'est pas les coutumes, les traditions. Ou ماشي العادات والتقاليد وتشكبرنا عليه وما غنبدلوش وكذا. لا لا, هذا c'est pas un cœur saint. Un cœur saint il suit dalil. C'est pas comme Allah il dit dans le Coran, quand Allah il a envoyé les messagers, qu'est-ce qu'ils disent leur peuple, on a trouvé nos ancêtres sur une religion et on va suivre leur pas. On va pas vous suivre, vous les prophètes. قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مهتدون. ما غن أمنوش بكم أنتم. لا, القلب السليم هو اللي كيتبع الدليل وتبع السنة ديال النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف ولو باه ولو أمه. Peu importe, il contredit la parole même de son père, sa mère, sa famille, son pays, sa tout. Il عرف أن كاين الغلط عندهم وعنده الدليل. هذا هو القلب السليم, حب التوحيد وحب السنة وحب الدليل. هذا قلب سليم. هكا الله خلقنا باش نتبعوا قال الله قال رسول الله. الله ينزكري pour suivre ce qu'Allah il a dit et ce qu'il a dit fait le prophète صلى الله عليه وسلم. C'est pas ce que nos ancêtres ils ont fait, ماشي شنو داروا الاباء ديالنا وجدودنا والتقاليد. هذا هو اللي خلى القريش والقريشيين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم. Pourquoi les قريشيت ils ont combattu le prophète صلى الله عليه وسلم? Pour cette raison. شكون انت قالوا ليه جيت تقول لنا لا اله الا الله اجعل الالهه اله واحدا ان هذا لشيء عجاب. انت جيتي كتقول لنا لا اله الا الله احنا كنعبدوا اللات والعزى وكذا والدينا, انت غتعرف احسن من والدينا. هذا هو المشكل. والان عندنا في الامه بعض الناس كتكلم معاه يقول لك انا كنعرف احسن منك, واش انت غتوريني؟ الشريف قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الامام مالك قال ابو بكر قال عمر كذا. الا والله المستعان. إذن le deuxième point c'est le fait de glorifier le tawhid et le suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. هذا c'est un cœur saint, correct, droit, il suit dalil. Il n'y a pas de déviance. وعندنا الثالث العلامة الثالثة أو le troisième signe. Toujours on est dans les signes du cœur saint. فالعلامة الثالثة الإخوة وهي علامة عظيمة الإخوة وهي سبحان الله سلامة القلب من الحسد ومن الحقد ومن الظلم. Le fait que le cœur il soit vide de toute forme d'injustice, de toute forme de jalousie, de toute forme de rancune. أن يكون القلب ما فيهش الحسد, ما يكونش فيه الحقد, ما يكونش فيه الظلم. راه عندنا مشكل دابا الإخوة, راه كتلقى المسلم كيحسد خوه على قبل بعض الأمور البسيطة. علاش؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الله اللي كيعطي سي الله كيدون. Pourquoi les gens sont jaloux les uns envers les autres? علاش الا شي واحد خويا في الله عطاه الله يزيدو, الله يزيدو من الفضل ديالو. الاخر راه دارو كذا الله ييسر ليه الامور وندعيو مع بعضياتنا. لماذا هذا الحسد؟ القلب السليم ما تيعرفش الحسد, بالعكس ندعي مع خويا باش ربي يزيد يعطيني. انا مون فخي الا كلك شوز في دي دعاء بور لوي Et je ne vais pas être jaloux envers mes frères, envers la communauté, et aussi la rancune et la haine. Le musulman, il ne connaît pas la haine et la rancune. Le musulman, envers tout le monde, même envers les non-musulmans, envers les autres, même toutes les autres religions. فقلت الإخوة القلب السليم خاص ما يكونش فيه البغضاء, ما يكونش فيه الحسد, ما نتحاسدوش بيناتنا, ما يكونش الحقد. حتى مع غير المسلمين النبي ما كانش كيحقد على الاخرين, وهذا بالعكس كان كيبغي لهم الخير. ما يكونش الظلم. يعني قال الله سبحانه وتعالى في سوره الحشر ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. ولا تجعل في قلوبنا غلا الله الذي يا ربي مي با لا رونكول لا هين دون نو كور انفير لي كرويون. دونك parmi les signes d'un cœur qui est saint c'est qu'il doit pas avoir la jalousie, La haine, l'injustice. Le prophète lui a posé, il a dit dans un hadith rapporté par Ibn Majah fi Sunan avec une bonne chaîne de transmission, il a dit subhanallah, yani sur les gens qui vont rentrer au paradis, il a dit kullu saduq al-lisan, yani kull saduq al-lisan, quelqu'un qui est véridique, mahmoum al-qalb, qui est mahmoum dans son qalb, dans son cœur. Les compagnons, ils ont dit, oui, véridique, on a compris, mais mahmoum, c'est quoi mahmoum? Hada min gharib, le hadith, il s'appelle gharib, les mots qui sont un peu... Hada.
دور اترونجي دون الحديث. فقال المخموم هو كل قلب تقي نقي لا إثم فيه ولا يعرف الحسد ولا الحقد ولا البغض. إلى دي البروفة صلى الله عليه وسلم يعني celui qui va rentrer en paradis, celui qui a une langue véridique et il a un cœur مخموم. Lui on dit c'est quoi مخموم? Il a dit quelqu'un propre, pieux et le cœur, dont le cœur il est à l'abri de toute forme de jalousie, injustice et de la haine. فالله يجزيكم بخير ما كاين لاش يكون بيناتنا الحقد والكراهيه وكذا ابدا. وانما قال الله سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. من بعد شنو قال؟ ولا يلقاها وما يلقاها الا الذين صبروا. لابد صبر. سبحان الله شيء عجيب. وان سوء الخلق قلب مريض. انت تتصلي وكتصوم وكذا وكذا وكتمشي تهادي خوك وكذا، هذا قلب مريض. فيه الهديه فيه الظلم الناس الاخرين، هذا ماشي قلب سليم. وان سوء الخلق لا يفسد العمل. صافي. كما يفسد الخل العسل، دير الخل ديرو في العسل وغاتشوف كيما يولي العسل. Le prophète il leur a dit, cette femme-là, elle est à l'enfer. Pourquoi? Il a dit, subhanallah, il a dit, car le mauvais comportement, il abîme les bonnes œuvres, comme le vinaigre abîme le miel. Subhanallah. Elle a la prière de la nuit, on doit faire attention à nos cœurs. Là, je dis qu'on peut faire. Rachouf, c'est simple. Le paradis travaille sur lui. Travaille sur lui. Le matin, le soir, là, regarde, est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il y a un peu de jalousie? Est-ce qu'il y a un peu de peine envers quelqu'un? Est-ce qu'il règle son problème? Taïb, le dernier point, comment je peux régler son problème? La guérison. Shifa Kirishinka. Awalem al-Dua. Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'in. Ay sta'abullah. Ay iyaka rabbi sta'abullah. It's bullshit. Al-Dua et chercher l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. يا رب ارزقني قلب سليم، يا ربي كذا، يا ربي قلبي إلي مرض، يا سي بيان دو دير سا، دو كونيتخ ليغور، سي بيان، سي با دير نو أنا جي با كو مال أنا جو مو كوني أنا، لا، يا ربي، يا ربي بفضلك ومنك يا ربي، يا ربي قلبي وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أم سلمة، حديث أم سلمة، كان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لو بروفيت يفتي الدعاء، يا ربي غفر لي ما خوا سو تا روليجيون. فالدعاء اولا دوزيام شوز او الشيء الثاني وهو قراءه القران بالتدبر فيت اتونتو لو فيت دو ريسيتي القران tout en méditant sur les versets d'Allah c'est pas نقرا لا نقرا غير القران ونفهم الايات car quand tu lis le Coran et tu comprends crois-moi c'est vraiment tu laves ton cœur tu passes par l'enfer le châtiment d'Allah, la gloire d'Allah, le kaltoz bil adab, ayat adab, adabat Allah, l'asma, هذاك يرطب شوية القلب. ثالثا الرفقة الصالحة، لا بون فريكونتاسيون. راه ملي كتجلس مع ناس كيذكروا الله وكيخافوا الله وعندهم قلب طيب غتكون بحالهم غتأثر بهم، ولكن إلا بصح جلست مع ناس النهار كامل هو كيعيط فلان ويسب فلان وقلبه مريض وانت كتقول لي لا انا راه غير جالس معاه وكذا لا لا غير تاثر فيه وغادي بحال يعني لا موفيز فريكونتاسيون كون تا دي زامي كي سون با بيان كي سون موفي كومبورتمون توت لا جورني باس لو طون ا بارلي سور سولوي لا ميتير سور سولوي لا بيان سور تو ايت كوم شيرش لا بون فريكونتاسيون افيك كاين كاتريام بوان سي يعني لو فيت دو سو ريميتر ان كيستيون محاسبه النفس والمراقبه اتون انا قلبي شنو حسيت براسي ماشي هو هذاك بحال لا ان بو جالوزي بحال لا حسيت عندك في اتونسيون وهكذا مراقبه القلب اي لو ديرني بوان سي الاخوه الايمان يشتغل الانسان على امور العقيده والايمان ويقوي الايمان والعقيده ديالو فورتيفي سا عقيده يسون ايمان اون فيزون دي دروس قال الله سبحانه وتعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه Et celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il va guider son cœur. Crois comment tu vas croire? Adik ilm. Alors, fa'alam annahu la ilaha illallah. Alam, ta'allam. Hatta fi la ilaha illallah, na'am. Ashna'i la ilaha illallah. Ma ma'naha, shurutuha, mawaqiduha, muqtadayatuha. La ilaha illallah, elle a des conditions, elle a des piliers, elle a des annotions.
تعلم، تعلم، أبخر. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ سوكي كونيس كونيس با سوكي إيكو. هذا الله لك سبحانه وتعالى. تعلم الإيمان والمسائل، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا قلوبا سليمة. اللهم ارزقنا قلوبا سليمة. اللهم لا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم كل من حضر معنا هنا في هذا المسجد فارزقه قلبا سليما يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قلوبا سليمة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا الدرب إلا غفرته، ولا كرما إلا فرجته، ولا غما إلا نفذته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا للموتى المسلمين إلا شفيته إلا رحمته يا رب العالمين. بفضلك ومنك وكرمك.